يقول السائل: ما حكم العمل في إقامة جامعية للنساء مع العلم أن مكتبي قريب من النادي الذي يوجد فيه الغناء؟ ايش؟ ما حكم العمل في إقامة جامعية للنساء مع جامعية؟ جامعية إيه نعم، يعني جامعة، جامعة، نعم، إقامة جامعة، ها؟ جامعة للنساء ايه؟ مع العلم أن مكتبي قريب من النادي الذي يوجد فيه الغناء. الذي يوجد فيه الغناء شلون؟ السؤال هذا يسأل عن إقامة جامعة ثم يروح للغناء. إقامة جامعة للنساء يدرسن فيها منعزلات عن الرجال لا بأس بذلك، لأن أصبح تعليم المرأة لابد منه حكم العصر والناس، لابد من تعليم المرأة الآن. فإذا كان تعليمها غير مختلط خاص بالنساء فلا بأس بإقامة مباني لدراسة النساء فيها منعزلات عن الرجال. وأما جعل دار للغناء فهذا حرام، لا يجوز تأجير الدار لأجل الغناء، عمل الغناء فيها والمزامير والطرب، هذا لا يجوز، لأن هذا حرام، العمل هذا حرام، وتأجير الدار من له هذا إعانة على الباطل. فلا يجوز أنك تأجر دارك لإقامة المعاصي فيها. نعم.